مطنعم بالنسبة لدوره هو كرئيس جمهورية، ولأنه يعني تجاوز دوره، معناه حتى يظل من الناس الجديدين حتى حد من نجم يقول أنه من ناحية القانونية الصرفة رئيس الجمهورية، أنا ما حكيناش على الجمهورية بشر، ثم ممكن بعض يحكي لي تجاوز دوره رئيس الجمهورية من دوره أنه يحمي يطبق الدستور ويحمي البلاد. الإشكال مش في هذا، الإشكال هو في خلق لجنة لا وجود لها في المؤسسات وهي تحسن في القرارات الأساسية، ومن بعد تمرها في مجلس النواب الشعبي كما حصل في عام 2016 يولي بيرو دورد اللي هو المنون صاحب السلطة نتاع فقط تسجيل ما حصل خارجه وبور انتريني. دونك هذا هو الاشكال، والناس اللي برشا نواب رئيس الجمهوريه معناه الحكايه هذيا وقت كنا مع شي نتعلق عليها يظهر لي من الثوره تو يعني لا يقارن معناه الثوره تو اكثر حكومه واكثر رئيس واكثر سياسي الاعلام كان حنين عليه ويموت عليه ويطبق الورد وين نحطك هو الرئيس هذا اورنج مش عاجبهم. ما انا نحب نقول حاجه بقى انا نحب نعبر عن سعادتي المطلقه يلا زملائنا في هذه اللعبة اليوم. لا هو لا اللعبة سأقبل هذا حتى تو بعد ذاك موضوع شنو تصور بتحات الشغل مش قد ما خلينا لا أما اللعبة أنا تو متفقين ثلاث سنين شنو التحدي اللي خلاه قدام أما صح ولا ثلاث سنين أي صح ولا ثلاث سنين تقني لا 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 تبين الحكومة أحد شيء بدي أحنا متفقين ثلاث سنين صح اليوم وتكون وديك كارتاج وديك تقني تنزع اسمها السياسية وإلا تتفهموا الكل ثم تقولي قدامي تسعى تتفهموا على الطرف تتفهموا عليها بصيغة بصيغة مع العلم أنه في الاجتماع ما يسمى بلاش ما تفقوش 5-4 وهذا يظل لي هذا هو الوارد أنه رئيس الجمهورية باش يسجل إثر الاجتماع ونعرف الاجتماعات مع الجمهورية تجمش تقعد 7-8-10 ساعات الاجتماع ما أنا في أقصى حالة مش يكون في كل في كل ساعتين ربما 3 ساعات تسجيلا وعدم الاتفاق. إذا مش يقولوا ما أنتم نتصور مش يقولوا ما أنتم مخيرين بين الأمرين أما تصحوا على وثيقة فيها 63 نقطة ولا ما تصحوا لها شيء وقتها وتنفض الاجتماع وما عادش ثم لا كرتاش 2 لا كرتاش 3 لا كرتاش 35. هل يساعد رئيس الجمهورية فشل مبادرته؟ هي مش مبادرته هذا زاد معنا للإنصاف كارتاج 2 مش مبادرة رئيس الجمهورية كارتاج 1 مبادرة رئيس الجمهورية كارتاج 2 هو الإطار اللي لقى رئيس الجمهورية الوحيد بالنسبة لي هو باش يمص الأزمة اللي اندلعت إثر مطالبة المنظمات الاجتماعية برحيل الحكومة أو بتغيير جذري في الحكومة وباحتداد الأزمة بينها وبين الحكومة. دونك ماشي مبادرة جاي من عنده وذاك علاش نشوف هنا محرج متقلق ما كان ماذا به انه ربما ما تحصلش وربما الناس يتصوروا انه المنظمات الاجتماعية تتحرك تلقي دي من كارتاج انا يظل لي غلطين ماشي مبادرة من رئيس الجمهورية ولكن رئيس الجمهورية ما شافلهاش اطار اخر غير الاطار اللي بعث ما سمي وقتها بحكومة الاتحاد الوطني. باش نرجعوا بعد قليل في ميدي شو مع زيد كلشان وايضا مع نجي زهيري تصريح المويلي هذا التيمي تصريح المويلي كانت امبارح ضيفتنا نايب على حركه نداء تونس وفاء مخلوف اللي قالت بصفتها مجلس نايب المجلس نواب الشعب ما طلعتش بعد على مخرجات وثيقه قرطاج 2 هذا البارح وقالت وجود ما اعتبرته تحويل وجهه للوثيقه وقالت ان شاء الله يكون حاجه قيد
بشكل عام كتب ستاتيو تقريبا عنده على مؤتمر رينا منوش ما تليت كتب على ستاتيوات نتاعو ولا اللي يكتبوهم على ستاتيوات نتاعو مجتمع راهو صحيحه شنو يكتبوا له الناس هذه مكتوب هبطوا هو في فيسبوك اي عم ناول في الوقت هذا تقريبا كتب في على ستاتيو على الفيسبوك وقال راه شنو المؤتمر في نيدات تونس لليوم نستنى ليه هذا كلام هو كتبه قال اولا قلت لك انا ستاتيوات اللي تكتبوا قال الاستقرار مش بالضروره معناها هذيك هي ما هو الاستقرار اللي طالبوا المحافظه عليه الاستقرار في تداول المقدره الشرائيه للشعب التونسي الاستقرار في الانهيار المريع لكل المؤسسات الاقتصادية الاستقرار في انهيار قيمة الدينار الاستقرار في الأزمة المالية العمومية الاستقرار في الأزمة العامة حاب نذكر اللي هو قاعد يحكي على الحكومة هو اختارها في 70% منها معناتها احنا ولينا معارضة مش عارفة هذه تكنيك جديدة في تونس معناها كل مرة نكتشفوا سياسات جديدة كون المعارضة في الحكومة في الحكم ولينا معارضة تقول احنا تو اليوم حسب الكلام اللي قريته اليوم هذه معارضة في الحكم ما فهمتش قاعدة نتسائل كي يكتب الكلام هذايا على شكون يلوم على الحكومة اللي هو اختارها وإلا يلوم على نفسه كمدير تنفيذي ان شاء الله مؤقت بنداء تونس خاطر نستنى في المؤتمر مازلت يفسر لي هو كيف هو ينجم يلوم على الحكومه كي من هكا اسكو حاسب نفسه أورنج. هذه نائبه بكتله نداء تونس وفاء مخلوف والانقسام داخل كتله نداء تونس حول الموضوع ايضا صار في اجتماع اول امس وتواصل حتى في الليل اجتماع في انقسام حاد بين النواب في ما يطرحه الحزب سياسيا في علاقة بوثيقة كارتاج تغيير الحكومة وتغيير رئيس الحكومة وكذا هناك انقسام فعلي بين 56 نائبا على الأقل في من حضر أيوة ثم انقسام وثم ثم مشكلة اليوم كبيرة ما نحكيوش عليها ربما هذا شوية تقصير لكن لأنه الحدث الفرض نفسه هو الحدث هذا تغيير الحكومة وثم مشكلة في نداء تونس حول القيادة الحالية على خاطر وربما القيادة الحالية ملحة على تغيير رئيس الحكومة وعلى خلق وافتعال نوع من الأزمة السياسية حتى يتم التغطية على الأزمة السياسية داخل الحزب هذا زاد عنصر من عناصر التكتيك وقت اللي كل الأنظار تتجاه يبقى الشاهد ما يبقى الشاهد ونقعد نحكي في الموضوع ذا جمعتين وثلاثة واربع خمسة جمعات شنو اللي نسينا سي أبو بكر هزيمة تبدا توصل الانتخابات هذا من للمرة الثانية على التوالي من الأثر الإيجابية هذا مفروض أنه ثم يقع تثمين نسيان هزيمة تبدا توصل الانتخابات بحكم اهتمامنا ببصير حكم التشاب لكن برشا قيادة تبدا تونس والناس اللي فعلا في تونس مهم ما نساوش وينتظروا أنه ربما بعد الانتهاء من وثيقة قرطاج 2 يعني حل أزمة القيادة في نداء تونس عبر مرة وعبر شيء أو عبر ربما لجنة تكون لجنة وفاقية لجنة 13 بيس لإفراز قيادة جديدة والقيادة علاش لا علاش لا مفروض ما تكون ثم فكرة حلوة حافظ قيس سبسي يطالب بإقالة يوسف الشاهد ويوسف الشاهد يترأس لجنة 13 جديدة لإقالة حافظ قيس سبسي من الحزب كل حاجة بالمو أنا نحب نفهم حاجة توا اليوم ما زلنا في وثيقة قرطاج سوبوزون خلينا سوبوزون اللي اليوم قبلوا قالوا باهي الله يبارك شو نبدلوه يوسف الشاهد قداش تحب لهم وقت باش يختاروا رئيس حكومة جديد اليوم لا 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 قبل شنو تختاروه في نهار لا في الزيادة أنا في تونس لا بخليف على اسمي يعني خاطر تو شد المفاوضات حاول شكون رئيس الحكومة الجديد باش يعوض يوسف الشاهد كل واحد عنده اسم في جيبه فوالا دوك قداش تحب لها الحكاية تحب ليش شهير شهرين سب بروندر هكا سب بروندر سافا بروندر خي أول مرة نحن خمانا مترينين عليها حكاية الوثيقة والحوار فازت هذوما شهير قولوا باش نختاروا رئيس حكومة ومن بعد ما مشى للمجلس ما خذا الثقة لا بل حتى صغير تسحب الثقة ولا يوسف شاهد يكون سمباتيك يستقيل سمباتي ولا يمرمدوه ايوا خاطر كان يستقيل باش تولي حكايه طويل باه حاسين مختار الحديث فماشي شهرين باش يتعداو باش تنصب حكومه جديده برئيس جديد وبوزراء جدد في الوضعيه هذه باش تكون اكثر لا ما يصيرش احنا نكونوا خلينا نكونوا ايجابيين كما نقولوها جوست شهرين كهو بعد شهرين هذوما قداش يقعد على نهاية العهدة الانتخابية قبل ما هو بشتير انتخابات عام وشهرين عام وشهرين في هك العام وشهرين بجاه ربي هالحكومة الجديدة اللي جابوها شنو باش نجم تعمل كثر سنين اجراء
على اساس اجراء كل اسبوع اجراء كل اسبوع حتى كي يعرفوا انه الحكومه هذه تنجم تبدل اي حاجه في عام وشهرين فما بالك باصلاحات كبرى وهامه. خلي سؤال مطروح خلي سؤال مطروح حتى رئيس الجمهوريه يتمنى انه نقاط مفتوحه يا ابو بكر والبلاد هذه ما تسكر حتى شيء تحل كل شيء في نفس الوقت وتعمل له لجنه ووثيقه وحوار وما تسكر شيء نقعدوا وكيك كنت نعدي الراجل ما تعديش عادي الراجل لا زي فل برسمك عادي بس 42 دقيقة وفاتي على ديري هيش لك هاو فيك شيخ صح بارك الله فيك شكرا ميدي ضيفنا بعد شوية في ميدي شو طارق الشريف رئيس كونفدرالية مؤسسة مواطنة كونكت ومصطفى بن أحمد رئيس الكتلة الوطنية في مجلس نواب الشعب بلو ميدي شو نصف الليل اليوم بحلينا برهان الدين بن صحة شريفتك سبرهان وعلى قدر القوي مبروك العائلة خيرين نحط الأمور ديش تعرها كانت العائلة تحطت بنا بزي كسام للرد على بعض الكلام اللي تقال هنا في الكاتواتنا على شخصية علي شوارب ونرجع نحكي بالتفاصيل الكبرى فما نقاط غامضة بالنسبة لشخصية علي شوارب جدير حضورك أنت لأنه جبت معك تصاور ومقالات وأرشيف كامل لعلي شوارب وهذا يأكد العلاقة الكبيرة اللي تجمع الشخص هذا اللي هو انت جوا الضحى هو جي خالك خالك دونك شفت تصورك معاه تصور مع عندك حتى حفله غير حتى الخمسه على هل كان باندي هل كان باندي طيب باندي شرير هل كان مريم مريم شكون الحب الوطني ودي علي شوارب كان باندي طيب كان يعرف ولادهم وكان بالشيخ في المرعى في ناس كبار ولادهم كان يحمي ولادهم يعاونهم في كل مناسبات وين تبدا عنده حاجه يمدلهم يعاونهم شكرا ميدي شو حد ان شاء الله كان شخصيه وطنيه معناتها جزء من لانه قالوا شخصيه وطنيه لانه قال مجرم اجتماع اللجنه العليا الوطنيه وقوي هل سنحسن وعنده بالناس كبار كل اسمه في الانجازات الموجودة حكاية السليقاني مع زياد كان معي عاد على بنات حومت مش عمي ايش عمي هل انا احكي لحكي انا من عارف تو معلومات انا مثلا السليقاني هذا اللي شبكم كراسة كان تقنية الكل سليقاني في بلان اولا بكريبتوك قالوا قداش جاجا قالوا مثلا شنقولوا هذا السليقاني هذا كان عامل في بنات الحومة واحد شدوا عليه بنتي ضربوا عليه زاد جدرمية زاد ضربهم عليه من وقتها انحرف عليه وهذا هو عليه هم وما لسرق هم ولا اختف هم ولا هز موس هم ولا ضرب موس هم ولا عارك بردية كان معناها ما يروحش إلا ما يروح منتصر نقولوها نقولوها على اللغة دي كانت انتصاراته أكثر ولا انهزاماته أكثر كانت انتصاراته أكثر ما كاين هزيم ما يفكش عليه إلا ما ناخذ يعطيه الماء هذا هو علي شوي وإلا علي حبيت تحكي على أنه ثلاثة وستين نص السبب اللي خليه ياخذ الشخصية هذيك هو وفاة والده تفرنقي هو حنان وفاة والده بالنسبة للعزيز يعني أمي تحكي لي على تحكي لي عزيزي كان غداس كان سكافندري ما نقولوش قبل كان سكافندري عزيزي عمره ما كانت عنده نسبة في الحلفاوين وعمره ما عمل نسبة بشهادات الناس الكل فما ديار معناها في الحومه مازال موجوده توا في مدار ميلاد او الى اتفاق سياسي واحد كما دار النهار مش توقع على كل فرضيات وهذا باش نسمعوها عزيزي عمو ما كانت عنده نصب وعمو في المسلسل اللي كله غالط وما في حتى كلمه صحيحه ومش هذاك علي اللي يحكيو عليه علي كان رئيس حكومه عنده سهرات ماجنة هكا وتكتيك علي عنده كان عنده مخزن نتاع بابا يقعد فيه فهمتني جيوش هذا من العيان كانوا يقعدوا بحذاش عيان يقعدوا معه عيان يقعدوا معه يقعدوا معه واضح انه تحسن عن تجارة الله يرحمه زاد على الماتر هيلة ولكن الاساسي في هذا كله هو الاختلاف النهضة
فهمتني الى حد كانوا فنان بعض الفنانين زاد يجيو شفيع رشدي صليحه يجيو فهمتني شو دخلوا في مرحله صليحه صليحه كمان وعلى الجيوه مع صالح الخميس ما دام الحلم يقعدوا هذاك ولد حمتهم واحد ما فما حتى شيء وما سنبدا محلول وواحد فماش حكايات زايده هل انه هذا هذوما الكل حكايات القاسي والداني يعرفوا مش نعكس على ما يعرفوا شنو علي كل واحد مش واحد قال على خالي وكله غلط وعلى كل حال في كل الحالات كانوا كان يعمل يسوم رمضان كان ثلاثة عواش وما يشربش فيهم يزيد عليهم ست أيام بعد شوال فهمتني كان يحفظ القرآن وكان تفقوا على تغيير رئيس كان في الكتاب كان تعزيز عمر 13 سنة يعني صار اللي يزمو ياخذوا هذا من عزوز إلى تفقوا وامي الله يرحمه وخالي حماد الله يرحمه اللي هدوم ما همش موجودين في المسلسل أنا موجودين بس أنا قال مع أنه ثم النواب من الأغلبية رافضين الشخصية نتاعو مش من معارضة من الأغلبية كانت تدخل الحبس وكانت تعمل في مشاكل وكان فقط تقريبا نقرا في التقارير 3000 مرة عن تصور أنه 1500 قضية هذاك من باب التأويلات عمره ما كانت عنده 1500 مرة كان ما فيش حتى اتفاق عليه كان معناها الرقية طويلة 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 نتاعو ب 4-3 شهور بين شنو كانت كانت ديما السكر والعنف هذا ممكن غير مجالات هامة بأزمة مفاوضات اجتماعية إصلاح مرة فهمت عليه وقتها في الواحد جاء جماعة آخرين عنده القنيون وقتها كانوا اللاسدوز والقنيون في الحلفاويين نرحم عليه في الحبس تسجلهم في وسط رمضان نحل السوق الكل ثم حتى ولاد حتى شهور نقول لكم حاليه الحكومه الجديده تقبل لك اللاسدوز وكاين حتى جديد وقيمه راهي فاشله انه الازمه تقعدوا كل مره نقولوا علي شوار باش نقولوا احنا في ازمه الفن الجماهيري هذه كل الشعبيه احنا توا نتبعوا في اصلاحات انسان كنا باللغه العاميه انسان راجل صاير عليه احتجاجات فهمتي ما عندوش الدعوه ما عندوش الخيانه ما عندوش السرقه كان راجل يدافع عن الحق ونغوري ما يحبش الظلم ولكن قرر ما يحبش انسان يتعدى على انسان هذاك هو علي شوار ويحطوا في جريده هي المشهوره من عام 72 علي شوار قرر الواقع والخيال بقلبها هذا حلقه ثانيه معناها عن الرفق كل واحد وموازين القوى نتاعو هل اليوم نحن على شنو نتعاركوا قل لي على شنو نتعاركوا كاين فما واحد اليوم يوحي بعلاقات ولا فما اتفاق بين المتعين على وثيقه قرطاج اليوم يجاوبوني على شنو قاعدين تتعاركوا شنو مشكلتكم يتعاركوا بمصلحه البلاد اخرى اهليه اولا ثم خلافات جوهريه في مخصوص قديمه نمشيو قديمه كان فرنسا طيب في عده كان يحفظ شنو شو اللي محصلش في تونس في السجن ويسون ثلاثه انا ما عملناش حمل انتخابي هذا كلام 14 كلام الصحافه علاش تحبوا نعملوا الضربه اللي عملناها على مسائل الهويه ما عملناهاش علاش والا عملناها باش نوقف الناس بجنب بعد خمس سنين اذا اليوم حتى الحكومه حتى كان اصلاحات حولها اتفاق ولكن اصلاحات ما خذاتش شرعيه الصندوق ما جيناش في الانتخابات قلنا راه نصلحوا كذا وكذا 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 واللي ربح باش يطبق ولو ثم معلق هذاك يقولوا انه هذا انا يظن يظن الدرس اللي نتعبوا به على بعض العائله اما مهم الناس باش تنجم تعرف خاطر برشا على برامج واللي يربح العائله خاطر برامج ما يقعدش يستنى فينا اللي يربح اللي يربح كلها كانت محسوسه سيف التطبيق مضروره ويسبق برامج احنا لحد الان قعدنا في وضعيه ما بين بين اصلاحات في وسط الصيام معاها ضد معاها كذا الحكومه باش تدخل في حكومه احنا صرحنا جديد ما نخشى انه باش تكون مرحله نحكي وش قاعد يتقال الضربة هذيك اللي قال في فيسبوك انه كانت عنده علاقات الى غير ذلك وصح تعارك معاه فضرب شكرا لك لا تعيد انتاج غدر الكل غدر ليتو مع راس ثاني مرحبا ايا كانت طبيعه الاتفاق في لجنه قرطاج مطلوب عطيتها لك الوحده ورقه عندك انت بحذاك 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 هيك هيك البلاستيكيه هذيك فوالا لحظه هذيك هذيك بطاقة تعريف بطاقة تعريف بطاقة تعريف علي شوارب بطاقة تعريف علي شوارب سبحانك يا ربي مخبيها عندك مخبيها عندي هذه معناتها كنز كبير كنز ريد وعندك الارشيف الكل نتاع نجم نقرا تاريخ الولاده تاريخ الولاده نهار 18 جان في 1930 ولد في تونس مهنته في بطاقة تعريف عامل يومي علي بن الصغير محمد بن بشير بن الصغير الأم شريفة بنت محمد بن الأخضر و تبقية معطيات شخصية حتى الأطفال والنساء صاروا أمس
في جنازة علي شو حتى الأطفال ولهنا ما عرفش فما تصويرتك أنت وياها هذه في تهورك هذه تصويرتك أنت معناتها مع محطوطة دونك وقلت لي معناتها لو كان مختصب أطفال ما كانش الأطفال باش يخرجوا في جنازته وما كانش الأمهات باش تخرج في جنازته حادثة العلم وقت وفاته حادثة العلم مهمة جدا يعني أنا سألت سؤال الضيوف في وقتها رجا فرحات قال لي إنه لأنه أنا قريت إنه الأعيان وإنه حتى المشايخ خرجوا في جنازته فحط العلم وأقيل محافظ الأمن وقتها كيفاش صلح على هود وضع العلم على نعش علي شوال وقتها منح رئيس برقيب الله يرحمه منح كانت رحمن يا رحمن شو معنى تهم فهمتكش بل كانوا يهزوا العازب يهزوا رحمن يا رحمن هذا عبدك من تفينت عليه تمنع ما عادش فما حتى توا مثلا التوا موجودة إلا ما يهزوا باب الجبانة باش يهزوا الصندوق ويعيطوا رحمن يا رحمن هذا عبدك كانت هذه معناها موجودة في تونس لهنا في المقال عندي ويضيف السيد الهادي الشنوفي قائلا لقد تمت دعوة صحبة البشير المنوبي لأننا كنا مصرين على وضع علم تونس فوق التابوت وبعد البحث معنا تم إطلاق سراحنا على أن أصدقاء علي هم الذين أتوا لنا بهذا العلم ولم يقام سحب العلم إلا في الجلاز دونك دليل على حب الناس له دون خوف أو طمع من أحبه الناس أحبه الله أليس كذلك دونك لا أساس له من الصحة الكلام الجنازة اللي صارت لعلي تنجم تقول جنازة سيد موسى فهو علي تتفن في الجلاز والعباد مازالت في البيقة ماشية فهمتني احنا قهوة سيد عمارة على هذه اللي في حومتنا قهوة سيد عمارة 8 متاع صباح ما عادش عنده قهوة عمره مخدم نهار موت عليه معناها ناس جات من برا عمره مخدم خدمة نهار متاع شهر كامل كان معايا في أول يوم من شهر رمضان منظر الجريد وقال إنه عمل مسرحية حضر في مسرحية عندكم علم بها ولا ليه؟ والله قال لي منظر أنا تبكينا مازلنا معناها ما طلبش مني لذن قال لي روهت كنت وخليها كيكا من عنه شيء في بالي منظر أحب يعمل مسرحية Green.